ضربة في الراس كبيرة بزاف. المشكل مع وزارة مع حكومة اللي جالسة في المكاتب ديالها خرجكم نتوما اللي كتعانيو باش تعانيو بحالنا. احنا كنضربوا على المستقبل ديال ولادكم، كنضربوا على المستقبل ديال ولادكم حيت هما ولادهم كيقراو في الميسيون. ولادكم ما تضربش، كتضربوا العينه عيب طبيعي. اذا نتوما ما تسمعوش بزاف، نتوما اللي في الوقت اللي نتوما حامين وزير جالس في الكليمة وكيسني على قرارات كتقتل ولادنا. اللي غادي ليها ما غاديش يبقى التعليم باش يبقاو هما حاكميننا، هما اللي كيقراو وفق مقررات اللي كيناضلوا عليها في الوقت اللي نتوما حامينهم. المعركة ماشي معاكم، وربينا غير صوتنا يوصل، ولو كان صوتنا يوصل كل وزير نزل عندنا العرش. حنا بغينا نقدروا باش نتوما كتساهموا هادشي اللي غتساهموا عليه، هادشي غتساهموا عليه. هذا راه غادي يجازيك الله عليه، هذا راه يجازيك عليه الله. اما حنا راه ولادكم، ولادكم في المدارس، والله ما يعطيني خاطري، والله ما يعطيني خاطري على ولدك. اما هاز لاصر وطا لاحظ، خلي الاستاذ يوضحها. ولدك في المدرسه، احنا عباد الله. ولدك في المدرسه، نورمالمون خصك تضرب من تحت، خصك تضرب من فوق، تضرب من تحت، خصك تضرب من تحت، خصك تضرب من فوق. والله ولدك مدعو لي هكا في المدرسه، ولدك ما تقولش لي هكا في المدرسه. ولدك الا قصدو شي حاجه شي واحد ما يعتمد عليك، راه شي واحد وتصور الله ما يعتمد عليك. احنا ولاد الشعب كثروا حدا صاحبي. Thank you.
مسيرة سلمية من أجل مطالبة بإدماج في الوظيفة العمومية وحماية الدراسة العمومية. الحكومة والدولة كتشوف على القمع الرهيب وتسخير البلطجية سابقة من نوعها وخرق كل المواثيق سواء الدستور الوطنية الدولية. وهذا الشيء إذا كنقولوا كنقولوا في مضات وفي حرقة، لأن هذا الشيء ما خصوش يستمر مهزلة وعبث. حنا كنطلبوا بحماية المدرسة العمومية، كنطلبوا بكسر ديال الشعب اللي هو الوظيفة العمومية. هذا هو العبث، هذا العبث ما تقوم به السلطات الأمنية في الرباط هو العبث بعينه. ملاحقة الأساتذة في شوارع مدينة الرباط، مدينة الرباط تعيش العبث، مدينة الرباط تعيش العبث في هذه اللحظة من طرف سلطات مدينة الرباط. ملاحقة أمنية في شوارع مدينة الرباط، بديور الجامع، حسان، مدينة، حي المحيط، كل الشوارع تعيش العبث بين الأساتذة وبين السلطات الأمنية. لا أدري من يصدر مثل هذه التعليمات. الرباط، ما رأيكم فيما يجري الآن في شوارع مدينة الرباط؟ لذلك الحكومة الدولة كتشوف معنا بهذا القمع الرهيب والرهيب وإخراج الأساتذة من الفنادق والتضييق على الحرية ديال التعبير، التضييق على حرية التنقل. كنقولوا واك واك عباد الله، واك واك عباد الله، راه هذه بلاد ديال 2021 مازال كنحنوا لسنوات الرصاص والجرم، وبالتالي كنناشدوا الشعب المغربي انهم يلتحقوا بهذه المعركه اللي هي معركه ديال المدرسه العموميه، معركه ديال الوظيفه العموميه، معركه ديال حمايه ولاد الشعب. اسعد البلاد، خصنا نسرعوا. السلام عباد الله، باقي حقنا عباد الله في هذه البلاد، باقي حقنا، باقي حقنا، واش نموتوا؟ واش نموتوا عباد الله؟ واش نموتوا؟ نموتوا كاملين، ما تتحق في هذه البلاد، ما تتحق في هذه البلاد، كنا مريضين، واحد يبقى معاونين نبقاو مضروبين مهلوكين. تصيب المستقبل، تصيب المستقبل، كرامتنا ما كايناش، قرينا باش نوصلوا لهذا المستوى. حرام عباد الله، حرام هذا الشيء، حرام حرام. غنديروا انتحار جماعي جماعي، حنا خرجنا باش نموتوا، باش نموتوا، حنا خرجنا باش نموتوا، حيت ما كاين حتى شي سبب باش نعيشوا، حتى شي سبب. غدا ولا بعدو ولا الشعب غيقراو بالفلوس. هادو جاو من مختلف المناطق المغربيه باش ولد المغربي، ولد الفلاح، ولد النشاط، ولد الخضار ما يقراش بالفلوس. هادي غادي يبيع المدرسه العموميه وبدمائنا ما غاديش ندخلوا على المدرسه العموميه. وتحيه لكفه الشعب المغربي. سيد حال، سيد حال،
وها أنتم تشاهدون الآن نتعرض للقمع، وهذا يعني انتهاك لحقوق الإنسان يعني بصفتنا أولا كإنسان، ثانيا الصفة الثانية يعني الفضلاء داخل هذا الوطن الشريف وهو الأستاذ، هكذا يعامل الأستاذ في هذا الوطن. يعني نتعرض بكل أشكال القمعية الهمجية من طرف وزارة الداخلية. هو باقي كيجبد قدم، باقي كيجبد الصداع. والآن نحن مشكلنا وهو التعاقد يعني مع وزارة التربية الوطنية وليس مع وزارة الداخلية أولا، وثانيا يعني نطالب بإدماجنا الكلي والفوري داخل أسلاك الوظيفة العمومية، هذا هو مطلبنا الوحيد والأوحد. جينا إلى هنا من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، ولا وألف لا للتعاقد، لا وألف لا للتعاقد الذي يكرس الهشاشة داخل المنظومة التعليمية وأيضا الفئوية. شنو رأيك في الأحداث اللي وقعت دابا في الشوارع ديال المدينة الطريبة؟ هادو ملاحقات يعني هستيريا من طرف يعني من طرف وزارة الداخلية. يعني نلاحظ أن دائما الأستاذ هو ذاك الحيط القصير، يعني الأستاذ هو الذي يضرب، الأستاذ يعني يعامل بطريقة همجية بأسلوب يعني همجي، ونحن حافظنا على كل أشكال السلم الدولي والوطني وأيضا كل أشكال يعني التي يعني تعطي صورة للأستاذ وتعطي صورة للمنظومة التعليمية. يعني وبالتالي نلاحظ أنهم يعاملوننا يعني بطريقة وحشية كأننا لسنا من هذا الوطن، ونحن نندد كتنسيقية وطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد هذه التصرفات الهمجية وإخراج الأساتذة من الفنادق، ونحن احتجنا فعلا داخل يعني العطلة اللي هي مقررة للتلاميذ. يعني وكل هذا
تغليبا لمصلحة التلميذ.